ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بعد ده يقول لك الله براو آي الله براو. ما هو التوحيد ده؟ تعبد الله وتفرد الله بما يستحق وتفرد الله بما يختص به سبحانه وتعالى من الربوبية. الله الرب، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، مالون الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الجندة أداه الله، والجندة أداه الفقيه، والجنل أداه الله بيشبه الجنل أداه الفقيه. كلام ما بيحصل. فقيه بدي جنى، فقيه لو دار يدي جنى ويقنعنا. الجنى اللي بدي الله عنده اثنين، يا فقيه جيب جنى عنده ثلاثة اثنين، لو جبت اثنين ده حق الله، ده ما حقك، ده ادانا لي الله. العيون الله بدي الجنى فيه عينين، انت جيب جنى فيه ثلاثة عيون عندك؟ لا والله ما عندي. يا فقيه انت سويت شنو؟ انت اديت المرأة حقنة بنج؟ لا. انت الدايل ولدتها؟ لا. انت زوجتها عقدوا لك؟ لا. انت قاعد تاكلها سمك لما تتوحم؟ لا. انت يا فكي سويت شنو؟ والله انا صلطت بس في البلد دي، صلطت الله صلطنا عليك. والله ما نخليك يا مجرم، والله الذي لا اله غيره. شفت نحن بفضل الله جعلنا الله في هذه البلاد لندافع عنه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله ابتلانا بالجماعة ديل وابتلاهم بينا، شكل قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. الشكل دي في الله يا ناس، الشكل دي زول بيقول اعبد الله وحده لا شريك له، وزول بيقول اعبد الله وغير الله. ده توحيد. زول يقول يا الله نجيني من الشدائد، نادى واحد نادى الله. وزول بيقول يا الله ويا فلان، نادى واحد ولا اثنين؟ ده توحيد ولا شرك؟ ده الشرك بالله تعالى. يا جماعة ساكتين رياضيات، ساكتين عقيدة، ساكتين أخلاق، ساكتين عبادة. نسأل الله العافية. شكي رب العزة والجلال قال في القرآن له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا أخي الله واحد، يا أخي عليك الله، الدنيا دي ما انتهت؟ نقنع ناس مسلمين إنه الله واحد؟ يا أخي الله حلف لك ثلاثة حليفة ورا بعض، قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. تبغى تصدق؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال تعالى في القرآن وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. في تفسير ابن كثير قال ده أبو جهل بيقول أين بلال وأين ابن مسعود؟ انت ما عارفون ديل وين؟ ديل مشوا الجنة، ديل مشوا، انت اقعد هنا يتنجط بجاي والله. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وقبليه قال له قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
قل هو نبأ عظيم. موضوع التوحيد ده عظيم والله. وكان الله وفقك في الدنيا دي تشتغل تدعو الناس لله، انت في خير كثير. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الى الله زول بيدعو لله يا جماعه. نحن والله دارين من العباد لا يشكرونا، لا يقولوا ديل ما شاء الله شباب وشنو شنو، ده كله خليهم. دارين منك بس في الشدائد تلجا لله. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على منو؟ على العزيز. توكل على العزيز الله بديك عزة، تتوكل على الذليل تبقى ذليل والله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. شفت عباد البشر ديل والله ما بصدقوا الله، والله الله ما بصدقوه، لأنه بقول لهم: ولا تدع من دون الله من أدعوه ما لا ينفعك لا بينفع ولا يضرك لا بينفخ، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لا ببقى من الموحدين. ديل ما قالين لا والله، أزي ديل ما شغالين معارضة مع الله الخلق الكون. وإن يمسسك الله بضر يا حاجة اللي أمدي في دك داك على الله زيك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تجد علق لك حجاب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا ناس الله واحد. قال تعالى: وإلهكم إله واحد، ما قال وآلهتكم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، وده برضو اسم ذات لله وحده الرحيم. قال تعالى بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء والأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد قال: ومن الناس، بعده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أزول يسيب دين لله يسيب، تلقاه يجي ماشي بي عنده ساي يجيب الفكي بتاعه يجي كورك ولك وي ما تصل الشيخ يا زول ذاك سب الله، انت بتخلي زاي
وده يتكلم في زولك ده بحق ذاته تصرخ تتضايق يا ناس شكد. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا نازل ظلموا والله الغيب حق الله أدولي غير الله الجنة بدي الله أدولي غير الله وقالوا غير الله بدي الجنة في الشدائد بنادوا الله الصح هم بنادوا غير الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعتان للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قاعدين جوا في النار تشتشوا وتشوشوا. قالوا وهم فيها يختصمون جوا شكله في النار. الله هذه كتمة غريبة جدا والله. زول يخش عمى وشكله يتغير ويدعو ملائكة وسلسلة من خشمه يمرقوها من دبره ويربطوا مع كرعه مع راسه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويرموا على وشه إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر. جوا جوا الشغلة دي شغلة صعبة جدا وبعد ده في شكله جوا بعد ده يقولوا اوه انت جبتنينا لا والله كنا سوا وإلى آخره والشكل الدور. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ضلالكم شنو؟ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. علماء السوء شكر رب العزة والجلال قال في سورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما في مخرج. أدخلنا النار شنو؟ قال تعالى في سورة الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. السبب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم قال ابن عباس هو الشرك بالله تعالى. يصر على الشرك والله زوالين ما خليه. وكان جو نازل قالوا خليه والله ما خليه. بس أنا ماسك كذي ماسك كذي همش قدام شوف الحاصل والله مش ماسك بتفكه قدام. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا. شكرا يا جماعة نحن والله الحلقة دي عشان الناس تعبد الله وتعظم الله العظيم سبحانه وتعالى. يا أخي بالنهار يطلع الشمس على ما تقدر تعاين لها بس دي مخلوق من مخلوقاته. بالليل يطلع القمر تعاين في السماء نجوم والله عظمة ثقيلة. تمشي البحر ترجف جوا. والكفار السلف بتاعين القوم ديل قدام ذلك قال لك في البحر بيرجفوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. البحر دام هناك الكتمة ججب هنا ما بيطلع بكرعيه وبدقدق متعود على الغبار هنا تل 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 هوك وانا ساري الليل للقرض قرش ما هو الحبوب ما هو الأخبش عنده حصانة
ما بيتفتش، والله تتفتش قدام تفتيش لما انت عارف شيء عنده حصانه ما بيتفتش، كهربته العاليه بتحرق تش. نحن محصنين خشب ما كهرباء بتطوق، تفهم كيف؟ فلذلك بعدين قدام بيشوفوا الحاصل من الموت، الكتمه دي بتبدا من الموت، ملائكه بتضرب ضرب في الوش في الظهر. والله ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. من الضرب ده يبدا جماعه بتلفتوا. والله ولو ترى اذ وقفوا على النار قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. هاي ده الحق يا دوب، عرفوا الحق لكن 200 بعد فات الاوان. شاكل الناس توحد الله حجاب اقطع طوالي. والله شنو حجاب بتاع سكين؟ انت بتسوي مشاكل ليه ذاته؟ سكين بتاع شنو؟ حجاب بتاع عقرب، البس سفنجه وما تجيب جنب الجحور. تاني في شنو؟ والله انا الحجاب ده بتاع محبه، دار تحب شنو انت؟ ان قلت مرتك انت مره بجباب الحجاب مطلقه، اذا ما دايرك دار بقى شنو انت؟ وان قلت مره ساي الحجاب ده من قران، في قران بيحبب الناس حب حرام؟ كذا فكر في الموضوع ده. بتساي قران بيدعو للباطل. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قران تلبسه عشان تعمل الحرام؟ قران بيساعد في الحرام ولا جبل حق القران؟ وبالحق انزلناه وبالحق نزل. انت تعمل كيف انت؟ والله عشان كذا يدع الشغله دي تراب جدعه. انت هذول ما اكلت تراب في الطفوله دار تاكل هسه؟ والناس اللبن بيفطنون منه، لبن يقرطع بعد شويه بخدت له شطه وعجين بيبقى الشافعي يبزغ براو. انت لازم تسف في التراب؟ والله ابي شاهو كل شطه طلاقه شديك اموره واضحه. بصل تاني دار لك تراب ليه؟ تسف في التراب. وانا معادل وانا معادل يا زول، خليك حر خليك موحد. الله ده عظيم سبحانه وتعالى. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه دي رساله. الدعوه دي ما حقت زول مننا، افهم الموضوع ده. لانه الايام دي في اشاعات، واحد من سنار، واحد اتصل بي من السعوديه، واحد في السلم هناك قال والله مزم من ذات، وقالوا رجع. رجع وين؟ رجع وين؟ رجع يسب الصحابة، يسب الصحابة بسطونة قاعدة وبسبهم قبل العشاء ولا بعد العشاء؟ 200 والله. رجع يسوي شو؟ رجع قول كذا دار يرجع، خلاص ارجع بعد شوية بنقدمه. دار يرجع، ارجع وين؟ امشي المزاد ولا امشي الأولى ولا يمشي بغادي السجانة؟ ولا يمشي الصافية؟ ولا يمشي وين ذاته؟ كذا دار يرجع يمشي وين؟ أنا دار أعرف. يا ولد بليد، الدعوة حقت مزمل في الفتاوى الجزء الثالث. قال رجل لابن عباس: أنت على ملة عثمان أم على ملة علي؟ قال: لست على ملة عثمان ولا على ملة علي، إنما على ملة رسول الله. رأيك شنو؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ملة عثمان ولا ملة علي، مع أن ملة عثمان وملة علي وملة رسول الله ملة واحدة، لكن ليعرف أن الحق الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم. وديل ذاته عثمان وعلي، الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكن ابن عباس قال يدي رسالة. شكي ابن تيمية قال إذا سئلت فقل أنا مسلم مسلم، خلاص لو دار قل أنا سلفي. سلفي شنو؟ كتاب وسنة بفهم السلف. السلف منو؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بعدين النازل الشطة حرقت شديد، أنت مزمن دار يرجع عليه فقدت فلذة الكبد مش أنت مالك؟ وهؤلاء وقالوا الجماعة رجعوا. ويا أخي لو دار يرجع أنت عندك شنو يرجع لك؟ قروش كان يبقى مع بتاعين فخامة الرئيس وناس غنات شنو، وكان بظروف كان يرجع لبتاعين ديلك اللي بينبذوا الحكام.
ذلك لك قروش مجيها والله ارجع لك لشنو انت؟ انت عندك سلطه؟ ارجع لك ليه؟ انت مسكين سايب ارجع ليه؟ ويجيك اعمل عندك شنو؟ تقول يا اخي الصحابه بسبون انت ما عندك غيره. الزول بيمدح بحب اعظم داعيه الى الشرك وانت لسه معاهم بيمشوا بقولوا نحن وديل وديل وديل. مشاكلنا بسيطه، مشاكل في التوحيد، مشاكل في العقيده بيقولوا بسيطه. ارجع لمنو؟ والله الذي لا يرزق لا ماشي قدام بس الامني في فتر شويه وياخذ له اسبوع ياكل باصة ويشرب لبن ولبن اللي بالراقد بعد ذاك الامور بتوضح. والموضوع ده طويل وانا داير اتكلم كثير لكن في ناس بعديه وبعدين الشغله دي بعد شويه الموضوع ده ما طويل. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نقدم شيخ مزام.